نعم، حفتر يعني كتلة من المتناقضات والنقيضات، وهو عبارة عن كل مرة طالع بشعار هو معتمد على ذاكرة أتباعه، إن عندهم ذاكرة ضعيفة جدا وقصيرة جدا. يعني لو راجعوا من الأول بكل، هو يعني شنو علاقة الانتخابات بواحد أعلن انقلاب في فبراير 2014؟ هو واضح جدا إنه شخص عسكري يبي السلطة من أول يوم كنا نقولوا فيها، يبي السلطة، يبي هو وأولاده يكون نفس نموذج تكرار نموذج معمر القذافي وأبنائه. ففي فبراير 2002 أعلن الانقلاب على ثورة فبراير وفشل. بعد فترة استطاع أن يقنع الناس إن فيه اغتيالات وإن هو بينقذهم بالاغتيالات وبيحارب الإرهاب، يعني وفشل مرة أخرى. فقصة إن هو يبي يخش في الانتخابات هذه قصة مضحكة جدا جدا. يعني هو أصلا يعني حارب الرئاسي وحارب جميع الأفراد اللي كانوا يحاولوا يوافقوا في البلاد ويدعوا للصلح والسلام، فيعني حارب قعيم وحارب البرغتي لأنهم دخلوا في الرئاسي. قعيم يعتبر عقول، برغتي عقولي، والعواقير هم اللي دخلوا البنغازي وحموه حرب. بعد هذا كله يعني يجي ويقول لهم لا تو خشوا الانتخابات بعد ما 3000 شخص قتل من أبناء العواقير وحوالي 12000 شخص من البرقة.